عارف ان الاهلي بيعمل هجمات مرتده خطيره. تترد تاني كوره وبيحاول يتابع كيم لاعب البرازيل الخطير كيم. كيم بيوسع نفسه يلعبها في الراس عشان يحطها. منتهى الخطوره منتهى الخطوره. ما فيش خطوره مش ممكن مش ممكن. هنشوفها تاني اعتقد عدت الخطوره اعتقد عدت الخط. هتشوفها لما تعاد مع المخرج طبعا محمد نصر اللي عندنا موضوع. ويا ريت توقف الكاميرا او نقطه الكوره هنشوفها لان الكوره خطيره جدا. شوف اتعملت ازاي من كيم وشوف الراجل طلع المشعل ملوش حل ملوش حل. شوف 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 فين اهي. لا نشوفها تاني افضل. عملها حلوه خطيره طلال المشعل لكن هتشوفها طبعا مع اتحاد بشكل اوضح لما الهجمه دي تتم. بيحاول يضغط نادي الاسماعيلي كره طويله تترد تترد الكوره بيخلصها تاني لكن الكوره ما فيش مش ممكن. طلال المشعل خطير قوي خطير طلال المشعل وتوصل تاني اللاعب الخطير وطلال المشعل ده ملوش حل ملوش حل. طلال المشعل بيعدي وبينطلق طلال لكن تترد الكوره ومستني الفاول. طلال المشعل بتلعب لعمرو الحمص محمد حمص يلعبها على طول يلعبها لكن اتلعبت الكوره من محمد حمص. هتشوفها مرة تانية يمكن من فوق الجول معمولة بشكل خطير جدا. عدت الكورة وهدف صحيح 100% للأهلي ولكن الحكم ما شافش.